انا نشوفه باللي في الجانب الفني راهو شويه يعني كاين يعني صعوبات على الفنان، يعني يقولوا فنانه ولا حتى الفنان. اذا نرجعوا للصوره ولا للصوره النمطيه اللي اديناها على المراه الجزائريه في الاعمال السينمائيه ولا حتى المسلسلات ولا الاغاني، يعني نشوفوا باللي عندنا صوره يمدوها لنا عن المراه الجزائريه، انه دائما المراه الجزائريه محقوره، دائما المراه الجزائريه عندها ربه بيت، دائما المراه الجزائريه تعاني الحقره، دائما المراه الجزائريه مقلقه ما تقدرش تساعف. المراه الجزائريه انا عندها دائما صوره بالك نروحوا نشوفوا الشعوذه ولا يعني هذه الصوره، يعني نقول ما نكذبوش باللي هي من المجتمع، لكن نقدروا نقولوا باللي نركزوا على جانب اخر انه المراه الجزائريه ناجحه، المراه الجزائريه وزيره، برلمانيه، صحفيه، طبيبه، مهندسه، معلمه، اطار في الدوله، يعني هذه الصوره يعني ما شفناهاش. وهذا الشيء بالك ربما اللي يمد صوره للرجل الجزائري انه دائما المراه لازم تقعد في هذا الاطار ما تخرج منه، باسكو اذا تربينا على التلفزيون وشاو يشوفوا ولا في السينما حتكون عندنا هذه الصوره، اذا خرجنا عن المالوف حنتبنى باللي ماشي دوك حنا بالك يشوفونا باللي صوره يعني ماشي موافقين يشوفوها، ولا ديك بالك ربما نتلقاو الانتقادات، ما يتقبلوناش يعني بسهوله، يقول لك باللي مكانكم يعني ماشي خلوا المكان للرجل. سي فغي الرجل له دور مهم في حياتنا احنا كنساء، ولكن احنا ثاني عندنا يعني نتكاملوا بيناتنا في اي مجال، يعني اذا رحنا للطب لازم تكون طبيبه، اذا رحنا للاعلام لازم تكون اعلاميه يعني امراه، اذا رحنا للتصوير لازم تكون مصوره، ماشي لازم الوظيفه تقتصر الا على الرجل.